زوار يلا كرة، السلام عليكم، معكم أحمد شريف. أهلا بكم في حلقة جديدة من الحلقات سلسلة كرة اليد في أولمبياد طوكيو اللي يلا كرة بيقدمها لزوار الكرام. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نظام البطولة وإزاي كل منتخب من الـ 12 منتخب المشاركين في كرة اليد أولمبياد طوكيو اتأهلوا للمسابقة، وفي الحلقة دي هنتكلم إن شاء الله عن حظوظ مصر وإيه اللي احنا نقدر نقدمه في البطولة وإزاي نتأهل لدور الثمانية لأول مرة منذ أولمبياد سيدني 2000. زي ما وضحنا في الحلقة اللي فاتت، مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو هي المجموعة الثانية، وتتكون من منتخب مصر، منتخب الدنمارك، منتخب اليابان، السويد، البرتغال والبحرين. ترتيب مباريات مصر اللي هيبدأ من يوم 24 يوليو إن شاء الله هيكون أول مباراة ضد البرتغال يوم 26 يوليو، ضد الدنمارك يوم 28 يوليو، قدام اليابان 30 يوليو مع السويد، وآخر مباراة في الدور الأول ضد الشقيق البحريني يوم 1 أغسطس إن شاء الله. زي ما وضحنا في أول الحلقة، منتخب مصر ما تأهلش من الدور الأول للأولمبياد منذ أولمبياد سيدني 2000، وعلشان كده الآمال كبيرة جدا السنة دي، خصوصا بعد ما نجح منتخبنا في إنه يتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم 2001، وكمان لنفس الدور في بطولة العالم 2019. لكن ازاي منتخبنا يقدر يتأهل؟ ده اللي احنا هنشرحه دلوقتي. التأهل في أولمبياد طوكيو تحديدا في لعبة كرة اليد بيكون ان اللي يقدر يجمع 4 نقاط من الدور الاول بنسبة كبيرة جدا بيكون موجود في الدور الثاني، لكن بشرط ان مفيش اي مفاجآت تحصل، بمعنى ان اي فريق من الفرقتين اللي منتخب مصر قدر ان هو يكسبهم ان شاء الله في الاولمبياد، حقق اي نتيجة ايجابية مع اي فريق من الفرق اصحاب المركز الاول او الثاني او الثالث، في الحالة دي ال4 نقط محتاجين ان هم يزيدوا يبقوا 5 أو 6 نقط. اول مباراة لمنتخب مصر هتكون مباراة مصرية ضد منتخب البرتغال. البرتغال ملهاش بقى كبير في كرة اليد العالمية، لكن في الفترة الاخيرة قدرت انها تكون قاعدة ممتازة جدا، شكلت بيها فريق قوي جدا في بطولة العالم للناشئين وبطولة العالم للشباب، وقدرت انها توصل المربع الذهبي في البطولتين، وكمان في بطولة العالم اللي اقيمت هنا في مصر للكبار قدرت انها تحقق نتيجة ممتازة جدا، وقدرت انها توصل للدور الثاني، وفي النهاية حققت المركز العاشر في البطولة. تحقيق نتيجة ايجابية ضد منتخب البرتغال هيكون ليه عامل مؤثر جدا لمنتخب مصر في مسيرته في البطولة، خصوصا ان المباراة الثانية هتكون ضد منتخب الدنمارك، ودي هتكون اصعب مباراة للفريق، خصوصا كمان بعد الاداء المبهر اللي منتخب مصر قدمه ضد الدنمارك في بطولة العالم اللي اقيمت هنا في مصر، واللي امتدت لاوقات اضافية وكمان رميات ترجيح. لكن المباراتين الاسهل لمنتخب مصر، او ما نقدرش نقول هما الاسهل قوي، ممكن تكون فيهم فرصنا افضل نوعا ما، هي مباراتين اليابان والبحرين. الفوز بالمباراتين دول في نفس الوقت اللي اليابان والبحرين نتائجهم كانت سلبية ضد السويد او البرتغال او الدنمارك، ده هيسهل مهمة مصر في التأهل. لكن لازم نلاحظ ان تحقيق 4 نقط معناه تحقيق المركز الرابع في المجموعة بنسبة كبيرة جدا، وعلشان كده هيكون المنافس بتاعنا في الدور الثمانية قوي جدا، لانه هيكون متصدر المجموعة الاولى، فبالتالي اي نقاط منتخب مصر يقدر ان هو يحصدها ويزود عن ال4 نقط هتساهم في تحسين مركزه في المجموعة، وكمان هتساهم في تسهيل مهمته نوعا ما في مواجهته ضد الفريق اللي هيصعد له من المجموعة الأولى اللي هي أصلا بالفعل قوية جدا. النتائج اللي حققها منتخب مصر مؤخرا سواء في بطولة العالم الأخير أو في المباريات الودية قبل الأولمبياد ساهمت كتير جدا في رفع معنويات اللعيبة ومعنويات الجماهير اللي مستنية كتير جدا من المنتخب، وده اللي احنا هنوضحه في استعراضنا للنتائج الأخيرة. منتخب مصر في بطولة العالم اللي فاتت واجه أغلب منتخبات أوروبا، واجه منتخب السويد وانتهت المباراة بفوز منتخب السويد بفارق 1 بس، كمان واجه منتخب مقدونيا وقدرنا ان احنا نكسب بفارق 19 هدف، وبعد كده منتخب روسيا وكان الفارق لصالح مصر ب5 أهداف، ثم منتخب بيلاروسيا وقدرنا ان احنا نكتسح المباراة دي ونكسب بفارق 9 أهداف، ثم التعادل مع سلوفينيا مباراة مثيرة جدا كان الفارق فيها لصالح سلوفينيا وقدرنا ان احنا نرجع في المباراة في الدقائق الاخيرة وفي الثواني الاخيرة، ثم منتخب الدنمارك في المباراة الاسطورية اللي العالم كله كان بيشهد بيها وقدرنا ان احنا نوصل للتعادل فيها والتمديد للاوقات اضافية مرتين قبل اللجوء لرميات الجزاء علشان تتأهل الدنمارك على حساب مصر الدور قبل النهائي. النتائج اللي حققها منتخب مصر دي كلها في بطولة العالم هتخلي المنافسة صعبة جدا، وهتخلي في حالة خوف وقلق من المنتخبات الأوروبية اللي احنا هنواجهها في الأولمبياد إن شاء الله. مش بس نتائجنا في بطولة العالم هي اللي كانت قوية، كمان منتخب مصر لعب 5 مباريات ودية في الفترة اللي فاتت قدر ان هو يحقق فيها نتائج كويسة ومقبولة. اول مباراة كانت ضد كرواتيا وقدرنا ان احنا نكسب فيها بفارق 3 أهداف، المباراة الثانية كانت ضد اسبانيا في اسبانيا وانتهت بفوز الاسبان بفارق 1 على ارضهم في الدقيقة الاخيرة من المباراة،
المباراة اللي بعد كده كانت ضد فرنسا في باريس وعلى أرضها وفي حضور 5000 مشجع كانوا مليين الصالة بتاعت المباراة، وقدرت فرنسا إنها تكسب في آخر لحظة بخطأ شب اللي حصل في مباراة مصر والدنمارك في بطولة العالم ورمية جزائية وطرد في آخر ثانية من المواجهة. بعد كده قدرنا إن احنا نكسب البرازيل بفارق 7 أهداف، ثم خسارة أمام ألمانيا في آخر مباراة استعدادية للأولمبياد بفارق 2 في ألمانيا. باروندو المدير الفني لمنتخب مصر أعلن القائمة اللي هتشارك في الأولمبياد، وخلينا هنا نوضح نقطة مهمة جدا، إن قائمة المنتخبات في الأولمبياد عبارة عن 16 لاعب بس، فده مقارنة ببطولة العالم اللي قائمة المنتخبات فيه بتتكون من 20 فريق هيساهم ان في اسامي كتير مش هنشوفها في قائمة المنتخب. قائمة منتخب مصر تتكون من 3 حراس مرمى هم كريم هنداوي، محمد الطيار ومحمد علي، الجناح الايسر عمر الوكيل، الظهير الايسر يحيى الدرع، علي زين وحسن قداح، صانع الالعاب احمد هشام دودو وسيف الدرع، الظهير الايمن يحيى خالد واحمد الاحمر، اما الجناح الايمن فهو محمد سند ولاعب الدايره ابراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم وسام سامي واحمد عادل. واللي احنا هنلاحظه في القائمه بتاعت منتخب مصر ان هو اللي موجود فقط جناح ايسر واحد وجناح ايمن واحد، ده بسبب عدد اللعيبه اللي ممكن يتم استدعائهم ووضعهم في قائمه الفريق. لكن باروندو هيعتمد بشكل كبير جدا على احمد الاحمر في مركز الجناح الايمن مع محمد سند، كمان هيعتمد على سيف الدرع مع عمر الوكيل في مركز الجناح الايسر. وجود لعيبة بتقدر انها تلعب في اكتر من مركز داخل الملعب سهل كتير جدا من مهمة باروندو. اللي احنا مستنيينه من منتخب مصر ان هم يقدروا يشرفونا زي ما حصل في بطولة العالم اللي فاتت، وان هم يقدروا يحققوا نتائج ايجابية ضد الفرق اللي احنا لعبنا معظمها في الشهور اللي فاتت دي، ونحقق نتيجة ايجابية نتأهل لدور الثمانية ان شاء الله. ودي كانت تاني حلقاتنا من سلسلة حلقات يلا كورة عن كرة اليد في الاولمبياد. استنونا في الحلقة اللي جاية ان شاء الله اللي هنتكلم فيها عن ابرز منافسي مصر وابرز اللعيبة وتاريخ المواجهات ضد منتخبات زي الدنمارك وزي البرتغال واليابان. استنونا، سلام عليكم.